مرحبا بكم في الفا جاليري. معكم شكرا لي عبد الله الفا مديرة المعرض. هذا المعرض فتح ابوابه في ديسمبر 2019. بدينا بالليزاتولي ارتستيك اللي هما الانشطه الفنيه للدراري الصغار والكبار، فيها لا بينتور لو تياتر لا سكولتور انا لا ثيرابي معايا كاتيك انديفيديوال. بعد كورونا في جويلي 2020 درنا افتتاح لا بارتي اكسبوزيسيون معرض صور و لا بينتور ديال معرض الفهد، وعندنا اوسي لارت كوفي شوب. هذا كوفي شوب هذا المقهى الفني اللي كنديرو فيه لي رونكونتر كولتورال لي فورماسيون تو سكي اون رابور افيك لارت لا كولتور. كوم يقدر واحد يجي يشرب قهوه دوفون دون ان كادر فني. دونك هذا هو المشكل تلخص معرض الفهد غاليري، و بيان سور سون زوبلي لي اكسبوزيسيون اللي كنديرو ديما ديال الفنانين كسوا مغاربه انترناسيونال مغاربه عراقيين فرنسيين سولون لو بلانينغ دو لا غاليري لو تيم. نعم استاذ، كيفاش المعامله ديالكم استاذ؟ المعامله ديالكم مع الفنانين؟ معاملات ديال مع الفنانين دونك كيف قلت لك سولون لو بلانينغ لو تيم ديال الفنان. عندنا اون غاليري اون لين اللي كانت عندنا من 2016، فيها كاع كيتخصص بلا غاليري كيفاش نقدروا نعرضوا كيفاش نتواصلوا مع لا غاليري. اي دونك اترافير اون ادريس ايميل كنصيفطوا لي فوتو اون ديفينيسيون ديال لي تابلو لي بغينا نعرضوا افيك الهويه لا بيوغرافي الهويه ديال الفنان كسا سوا بارتيكولي ولا فنان. حنا ما كنعرضوش غير الفنانين، كاين الفنانين كنعاملوا الفنانين الجدد باش كيوريو الفن ديالهم للبوبليك ماروكا. اي في لا غاليري اونلي لافونتاج ديالها كو سي انترناسيونال، دونك كاين اللي باغي يعرض في لا غاليري فيزيك كيعرض، اللي باغي غير اونلي باغي اونلي، ولي باغي بجوج باغي بجوج، كل حاجه والبورسنتاج ديالها. و بيان سور في العرض ما عندناش غير الفنانين، عندنا اوسي لي بارتيكولي عندهم دي كوليكسيون في الدار بغاو يعرضوها ولا بغاو يبيعوها، ديك الساعه سي اوتر شوز. دونك حنا التعامل ديالنا مع الفنانين مع لي بارتيكولي مع الفنانين الجداد مع الفنانين الكبار كلشي كونفوندي. هذا المعرض هذا العرض ديال عندنا اكتوالمون في الفهد غاليري، معرض لابانتور ديال الفنانه العراقيه ايمن عبد الحسين اللي ابتدت المشوار ديالها الفني مع الفهد غاليري. هي كترسم يعني عندي اوتوديداكت هي كترسم من صغرها، ما كانتش مازال عندها الشجاعه والقوه باش دير ليكسبوزيسيون ديالها. الحمد لله من بعد زمن كورونا ما فيش غير الخير، فيه الزوين حتى هو اللي خلاها اللي سي دو فات فور ليكسبوزيسيون معنا. وهذا المعرض هو اللي كان هاد 19 دجنبر لاول مره كتعرض، لاول مره كتعرض عندنا بحضور القنصل العراقي اللي ديما كيشجع كل حاجه عند العراقيين، خصوصا ملي كنا درنا افتتاح المعرض بعنوان السلام ولا ملي جا دابا امنا لاول مره، فهو شرفنا بحضوره والحمد لله كانوا كلهم عراقيين، بس جاليه عراقيه اللي كتعتبر بلدها الام هو المغرب، لانه هذا هو الموقع يعني عراقيه من اب عراقي وام مغربيه. مي كانوا عندنا عراقيين 100% واللي كيعتبروا نفسهم مغاربه، فكانت اون اكسبوزيسيون بعنوان البحث عن الذات، وبحث عن الذات لفنانه عراقيه ساكنه في المغرب. هاد الاكسبوزيسيون ديالها اللي كانت تري 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 انتريسون بارابور الالوان اللي كنشوفو، بارابور الشكل والوجوه اللي كل واحد كيفاش كيشوف وجوه في غيره وواحد كيفاش كنلقى دافع. فهاد الاكسبوزيسيون بمتنوعة الاشكال والالوان اللي كنلقى نفس لاتوش اللي هي لاتوش بيرسونيل سانسيبل دو ان اللي فيها بليزيور كيستيونمون، بغض النظر على الاشكال اللي متقاربة واللي واخا متقاربة بالشكل مختلفة بالالوان ومختلفة في التعبير. فأمنة عبد الحسين كانت بصح
صغر سنها، هي عندها 22 سنة وبالسنة الخامسة من الأرشيتكتور، كانت كتحت وكتأكد على أن العناوين والتفسير كل لوحة ما تبانش للناس حتى يشوفوا هما ذاتهم في اللوحة، وبعدين يشوفوا في لي دي بليون فون مي أون بلاس بوغ لي فيزيتور اللي فيهم كل الشرح والمقاسات والأتمتة وكل شيء. فكانت اكسبوزيسيون بون بروميير اكسبوزيسيون هي لوسي الحمد لله تري لوسي حضور مجموعه من الفنانين، وخا بكورونا حنا درنا من 3 حتى 7 الناس زوار تجي مختلفه اللي باش كل واحد كياخذ وقت وقت ديالو في كل لوحه وفي لا غالري كيف ما كتشوفوا في كل مكان في لا غالري. نعم استاذه، على ذكر كورونا صعوبات لي وجهتكم في هذه السنة هذه؟ طبعا جائحة كورونا كانت من قبل كورونا ولا من في كورونا كان ضيق تنفس للغاليري، يمكن كل الغاليري اللي عندنا انا نهضر على الدومين ديالي ولا كل الغاليري اللي كاينين في المغرب ولا في العالم، لانه كان كورونا على كلش العالم كله. فكيف ما قلت ضيق تنفس لانه احنا نفسنا من الفن، من الوليدات الصغار اللي كيجيو يديروا لي زاتوليي، من لا ثيرابي اللي كيجي واحد يكتشف شنو هو لا ثيرابي. حاولنا ولو بكورونا بقينا الحمد لله بقاو لي ريزو سوسيو الحمد لله، كي كل حاجه كتجي في وقتها مزيان، مع العلم بما انه كاين لي ريزو سوسيو فاش ما توقفناش ونبارطاج لي زاتوليي افيك لي زونفون باش يستافدوا، ولا افيك لي زادو اللي بغاو ا مومون دو ديتونت، ولا نشرح لهم كاريمون دي سيونس دار ثيرابي اللي كنا كنديروهم افيك نو كوليك دو لي براتيسيان اون ثيرابي. دونك ما توقفناش بوندون طول هذيك لا بيريود، اون بارطاجي اون دوني لو ميور دو نو ميم باش تبقى لا غالري واقفه، ماشي حيت جات كورونا صافي ما حسبناش. فالحمد لله صح هي كانت ضيق تنفس، ولكن اون ميم طون كانت كلها عطاء لكل متابعينا وكل الناس اللي دازوا عندنا ولا اللي ما دازوش عندنا واللي تعرفوا علينا من جديد في كورونا. فهي صح ما كانش ربح مادي، بس كان ربح في الناس وفي ربح في المعرفه اللي اون بارطاجي واللي تحنا اون بارطاجي. كتعاملوا مع وزاره الثقافه، كتلقاو شي مساعدات من وزاره الثقافه؟ وزارة الثقافة عرضنا عليهم، عرضنا على فونداسيون دو مينيستير دو لارتيزانا، وتا حد ما كيجاوب، وهادشي دوماج دوماج لأنه ما طلبناش منهم مساعدات، بغيناهم غير يعرفوا الفنانين ويعرفوا لي زيفينمون اللي كنديرو اللي كنخسرو عليهم الفلوس، لأنه أبخي تو أون غالغي دار في اللور سي ماشي غير رباح، كيكون بلوس ثقافة كولتور أن بارتاج، يعني أن أر دو فيف بلوس كوتخو شوز أو ديبي. دونك اخر مره من قبل العرض ديال امنه عبد الحسين اللي كان معرض عراقي، فانا افتخر اقول معرض عراقي، لا من سوينا من درنا المغرب المعرض المغربي تحت مجالين، درت ان ارتست كو جو ريسبكت بوكو اللي كان كي محتاج يحتاج كل الدعم باش يبين الشغل ديالو، اللي هو انثروبولوج artiste et chercheur en art et professeur designer في les beaux-arts qui s'appelle عبد الحق حمزي qui c'est une personne que je respecte beaucoup اللي نيجا لا غاليري كيطلب عرض الصور ديالو كان من المستحيل ما نديروش ليه الايفينمون اللي لايق به، فكان هو في يومين نهار ديال لا كونفرنس كونجودي كونفرنس سي il parlait كان كيهضر لينا على البحوث ديالو ديال الدكتوراه اللي خدات منه سنين، كيهضر على الباتريمون الماروكان، وجات في البيريود ديال المسيره الخضراء لي زارتيزون، كيهضر على لارتيزان لي زارتيزون. جو بو فو مونتري دابا في لو ستوك كاع الرسومات ديالو اللي دارهم بالحبر، قلم الحبر وقلم الرصاص و دي زارتيزون معروفين خاصه في الداخل ولا في السماره، كلهم هكاك رسمهم في ورقه، يعني بحوثاته كلهم حطهم الناس باش يتعرفوا عليهم. و فكانت لا كونفيرونس كيهضر لينا على البحث ديالو وكيهضر لينا على هاد ليكسبيرونس ديالو، ولو لوندوما كانت اون تي ديكسبوزيسيون كيف ما حنا عارفين ما دايرينش اون بو با فير بوكو بلوس كو جينا مع الظروف الحاليه، فكنخلي لي بورت اوفير توت لا جورني، الناس اللي دخلوا يتعرفوا على ما بين الناس اللي كانوا مدعوين هي وزاره الثقافه ولا فونداسيون دو
مينيستير دو لارتيزان لانه كان كل شيء اوتور دو لارتيزان اي دو لارتيزون ماروكان بور نوقفوا هاد لا ديسباريسيون دو هاد الصنعه المغربيه الجميله واللي هي فنيه ومالوغوزمون تحت ما قلب باش يعرف شكون هاد لارتيس ولا شنو هاد ليكسبوزيسيون ولا اي شيء Ensuite, dommage parce que les galeries ferment et là c'est la vitrine du pays. Et donc on sait maintenant pourquoi les galeries ferment. Donc, quand je suis dit d'aim, rien ne peut d'aim m'aider. Enfin, ne serait-ce qu'on s'intéresse à la chose, un catalogue ou quoi que ce soit, j'ai même envoyé des emails. Mais malheureusement, c'est dommage pour les artistes, ça ne les encourage pas. Ni d'aider, quoi. Quelle est ma chère? كلمة أخيرة بما أننا هضرنا على كورونا وهضرنا على الدعم وهضرنا على الناس اللي كيشجعوا غيرهم بدون أي مقابل فكلمة الله يديمها علينا محبة وأخوة وسلم وسلام في كل الشعوب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.